مدام عبير، قولي لي برضو الحكاية جت معاكي ازاي انك تكوني حلاق رجالي؟ يعني الزوج برضو شغال في المهنة دي ولا لا ايه؟ لا، انا جوزي مهندس الكترونيات، ملوش في المجال ده خالص، بس هو حابب الشغلانة اللي انا بحبها، لانه حاسس برضو ان هو ايه فيها مصابرة وجهد جامد اوي في الشغل، فهو بيشجعني فيها، انما هو ملوش مجال خالص طب فيها. وانتي حبيتي الشغلانة دي اصلا ازاي؟ يعني جربتي في مين الاول؟ في جوزك مثلا في البيت ولا عرفتي ازاي ان انت غاويه تحلقي؟ لا مش جربت فيه، لا انا بشتغل بقالي 20 سنه في المجال ده. حريمي؟ لا رجالي. رجالي دخلت رجالي على طول، ما دخلتش حريمي. قصرت الطريق عليا. بس يعني انا دخلت الاول، ان انا الشغل بتاعي كان فيه اللي هو شغل المانيكاريست، اللي هو قصر الضوافر والمجال البشره بتاع تنظيف الوش والكلام ده كله. تمام. انما هو الحلاقه والكلام ده كله لا، ما كنتش متجرأة عليه. بس وقفت في محل تاني غير اللي انا كنت واقفه فيه، فالمستوى اللي انا كنت واقفه فيه كان بيخلي البنت هي اللي تشتغل معايا، اللي هو محل راقي يعني وكده، فكان كله بيسافر بره. انت هو بقى قدامنا برضو كمان، وبيبقى الزبون قاعد مطمن لك يعني، يعني مش قلقان كده هو. لا ما يقدرش يقلق. تعرف انا في ايدي اهم حاجه بقى الموس وكده. ايوه بالظبط كده. فتحت التهديد. طب قولي لي يا عبير، يعني انت يعني انت بتقولي ما تعاملتش مع ستات في الشغلانه دي ولا؟ لا ما تعاملتش. تفتكري اسهل التعامل مع الراجل في المهنه دي عن الست؟ الزبونه يعني بكتير. الزبون لا عن الزبونه؟ لا لا اسهل بكتير. يعني هو ما عندهمش في فن برضه شويه في الحلاقه؟ لا هي الشغلانه كلها فن، مش واحد داخل يقص شعره بس ولا يحلق دقنه بس. لا، لان بتبقى في مثلا تحديد دوجلاس، تظبيط السالف، الحاجات اللي هي فيها فن دي جامده جدا، مش هو حكايه قص وخلاص وماسكه موس انت عرفت تمسكي الموس وخلاص. لا، لان برضو ماسكه الموس دي برضو فن يعني في الشغل. بس انا بحبها يعني، انا بحبها وحابه ان جوزي بيشجعني فيها. جوزك ما بيغيرش من القصه دي؟ لا ما بيغيرش، لان هو اللي يعني يعتبر هو اللي فتح لي المحل ده. لا هو طبعا اكيد كسبان حاجه انه بيحلق ببلاش وفي البيت في اي وقت لو حاجه طولت صغيره يجي المحل. ما فيش حد اسمه لا والله في البيت يجي المحل. يا سلام. طب جامليه حتى في البيت يا شيخ؟ لا ما جامليهوش. جامله ليه؟ لكن بصي الكل الزوج متفهم يعني. ده العامل المشترك. طب قولي لي برده عبير، يعني حته التقبل المجتمع حواليك، طبعا اللي داخل المحل عارف انه اللي هتحلق له واحده ست فعادي هو متقبل الفكره ويمكن حابب ان هو يجرب حاجه مختلفه. ويمكن ساعات يكون الذوق مختلف عن ذوق الراجل اللي بيحلق. لا هو بتقترحي حاجه، بتتكلمي في حاجه؟ دي نقطه، بس هو الراجل تملي، لان اللي هو عايز اللي تشوفه واحده ست، فلما تشوف واحده ست تبقى مبسوطه بشكله. هو عارف بعين الست. بعين الست. ايوه. هو شايف الحته دي فهو لمسها كويس جدا، فيجي يقول لك يليق عليا ايه؟ يليق عليا ايه؟ ايه اللي يمشي معايا؟ احلق دقني النهارده ولا لا؟ اسيبها كده ولا لا؟ السلف عندي ممكن لو عملته كده، يعني اللي هي الفنيات بتاعه الشغلانه. طيب ده بقى جوه المحل. الجزء الثاني بقى من سؤالي، الناس بره، بره المحل في المجتمع عندك في عيلتك الجيران، الناس ما ياخدوهاش يعني مسألة عيب؟ يعني ساعات اصلا الراجل اللي بيبقى اللي هو الكوافير الحريمي يقول لك لا ده انت بتتعامل مع ستات وده فيها مش عارفه ايه، فيها حرمانيه، انت عارفه الكلام ده كله. انت بتتاخدي برضو في الحته دي حد بيبقى يقول لك كلام من النوعيه دي؟ بيقولوا الكلام نوعيه دي كتير، بس انا ما بلتفتش ليه خالص، لان انا ايه اللي يفرق عندي؟ اللي يفرق عندي عيلتي ووالدتي واهلي. اهلي الحمد لله كلهم متقبلين حاجه زي كده، وانا اصلا صعيديه. ووالدتي ست متفهمه جدا ومتحضره. ممكن تكون يعني هي ما درستش ولا حاجه، بس هي عارفه ان بنتها هي جابت راجل في الشارع. ما جابتش بنت.